السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير وكل سنة وانتم طيبين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو الكرام، أنا بعتذر جدا جدا عن الغياب في الفترة اللي عدت، ومتأسف إني مش ما قدرتش أرد على التعليقات بتاع حضراتكم، ولكن ده كان لظروف خاصة، وكنا يعني بنعمل في صيدلية زي ما حضراتكم شايفين التصوير من داخل الصيدلية، وإن شاء الله في الأيام الجاية هنقدم حلقات من داخل الأجزخانة، وهنتكلم عن الأدوية والعلاجات المفيدة لمرضى السكر. بقى يعني حد بيمر مثلا بأي أعراض جانبية، مثلا انتفاخ، كحة، اي مشكلة او اي مرض، عايزين علاج يكون يعني مضمون او ما بيسببش اثار جانبية لمريض السكر. الى جانب ان يعني الحلقات هتكون خاصة بالاسرة، يعني هنقدم الحلقات اللي بتتكلم عن الادوية والعلاجات والنصائح والارشادات و المستلزمات والاكسسوارات اللي موجودة في الصيدلية خاصة بالأسرة وليس بالشخص اللي شغال في الصيدلية. فيعني طبعا زي ما قلت لكم، انا بعتذر جدا جدا عن الغياب في الفترة اللي فاتت، وبعتذر عن عدم الرد على التعليقات، فهي فعلا فعلا كانت فترة صعبة جدا، وبعتذر كمان عن الاصوات اللي انتوا بتسمعوها. طبعا بحاول بقدر الامكان اغطي على الصوت الخارجي عشان العربيات والموقف اللي طبعا فيه الصيدلية، فبنحاول بقدر الامكان نغطي على الصوت. فيعني احنا بنعتذر جدا جدا عن الاصوات اللي بتظهر في الفيديو. ان شاء الله في بشرة كويسة جدا ان احنا نتكلم عن معاملة مريض السكر في ايام العيد، ازاي مريض السكر يقضي فترة العيد بخير وسلام، وياكل اللحم ويشرب العصائر ويعمل كل اللي نفسه فيه، ولكن بحذر بحذر شديد. فطبعا احنا كل عيد بنتكلم عن الحاجات دي، ولكن دايما الواحد بيحب يعمل حلقة كده او اتنين يأكد على الناس، يحذر الناس اللي هم المرضى، عشان في ناس بتنسى نفسها في الايام دي او الايام الكريمة دي اللي كلها اكل وشرب، والناس بقى ايه يعني يقولك انا مش عايز اعيش كده الجو العائلي والتقاليد بتاعتنا والحاجات دي، عشان يحس فعلا بايام العيد. انا خليك تحس بايام العيد ولكن بدون المبالغة او دون المخاطرة على صحتك، لان طبعا صحتك اهم من اللحم واهم من ان انت تحس بالايام او اي حاجة، وكده كده كل الايام عيد، واي يوم بيعدي على الشخص مننا او اي حد بيعدي اليوم بخير وسلام فهو عيد، يعني مفيش فرق. لكن الفرق في العيد ان احنا بس بنتجمع وبنزور وبنروح وبنيجي، يبقى في صلة ارحام وفي يعني تقاليد وفي حاجات حلوة كده في العيد. فكل عام وحضراتكم بخير، وللمرة الاخيرة بعتذر جدا جدا عن الغياب اللي فات، وان شاء الله هنرد على التعليقات بتاع حضراتكم، ويعني اي حد عنده استفسار عن السكر يبعت لنا وهنرد عليه ان شاء الله. واشوفكم بقى في العيد، وقبل زحمة العيد قلت اعيد عليكم والحق كده اطلع بحلقة قبل العيد. كل عام حضراتكم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الصلاة على النبي والاعمال الحسنة في هذه الايام. سلام عليكم.